عاجل وفاة بطل مسلسل بوجي وطمطم. ارتبط مسلسل العرائس الرمضاني بوجي وطمطم بمواليد حقبة نهاية السبعينات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصا مع ندرة الأعمال التي تهتم بتوجيه الأطفال في هذا الوقت. كان لمسلسل العرائس بوجي وطمطم أثر نفسي في مواليد هذه الفترة، وارتبطت ذكرياتهم بهذا العمل الفني الرائع حتى بعد أن صاروا كبارا، وحتى الأجيال القريبة منهم في السن كان لهم ارتباط مماثل لمسلسل بوجي وطمطم. من منا ينسى دور بوج الطفل المتردد والذي قام بأداء شخصيته الفنان الراحل يونس شلبي، وكذلك طمطم المثالية في كل شيء والتي جسدتها الفنانة الكبيرة هالة فاخر، بالإضافة لأختها طماطم والتي جسدتها تغريد العصفوري. وكان من بين الفنانين الذين شاركوا في هذا العمل الهام فنان كبير رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة، وهو الفنان ماهر سليم والذي جسد شخصية زيكا. وأعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان ماهر سليم من خلال حسابه الشخصي بموقع فيسبوك. والفنان ماهر سليم حاصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، وعرفه الجمهور من خلال شخصية زيكا في مسلسل الأطفال الشهير بوجي وطمطم، وأيضا عمل في عدة أفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين وأيضا المخرج خالد يوسف.